تحياتي ليك يا كابتن هيثم ولضيوفك ولكل مشاهدينا مليون مبروك فوز النادي الاهلي على فريق طلائع الجيش 3-1 او 3-1 بمجموع الاشواط. نطمئن على سوبر ستار النادي الاهلي عبد الله عبد السلام. الاول بقول لك مليون مبروك فوزك اليوم على فريق طلائع الجيش، فريق عنيد ويمكن تعبنا في اخر شوطين، بس اهم حاجه طمنا على كتفك. الاول الله يبارك فيك، برحب بكابتن هيثم وكابتن احمد زكريا وكابتن ممدوح اسماعيل، ببارك لهم بقول لهم الف مبروك وشكوا حلو علينا. اول حاجه انا اخدت كدمه في عظمه الكتف، ان شاء الله دلوقتي طالع على المستشفى عامل اشعه اكس راي، ان شاء الله تبقى كدمه خفيفه باذن الله رب العالمين. كابتن هيثم بقول لك خضتنا عليك وباذن الله هتكون خفيفه باذن الله والف سلامه. ربنا يخليك يا كابتن هيثم، الله يسلمك وان شاء الله تبقى خفيفه كده ونلحق الماتش الجاي باذن الله. حسيت بحاجه في كتفك يعني؟ قول لي. والله هو في شويه تنميل كده وفي سنه ورم، ان شاء الله رب العالمين يعني اطمن دلوقتي ان شاء الله تبقى كدمه خفيفه باذن الله والحق الماتشين الجايين باذن الله. نعمل اشعه دلوقتي ولا هنعمل ايه؟ دلوقتي ان شاء الله رب العالمين على طول مباشره بعد ما اخلص مع حضرتك هطلع عشان ان شاء الله على المستشفى باذن الله. بعد الهوا نتمنى عليك تليفونيا باذن الله. ان شاء الله باذن الله ربنا يخليك. ليه الجيم اتصعب في الاخر؟ والله يعني الحمد لله زي ما حضرتك شفت الجيم الاول والثاني اداء محترم وكويس وتركيز عالي جدا. الشوط الثالث في استعجال على المكسب، في خوف وزياده عن اللزوم حاصل في المكسب، فطبعا اللي بنط قلت في الشوط الثالث ابتدت تحصل اخطاء كثيره والحمد لله رب العالمين يعني خسرنا شوط بس الحمد لله رجعنا الجيم الرابع باداء حلو الحمد لله رب العالمين خلصنا نتيجه السكور زي الشوط الاول والثاني. ربنا يخليك شكرا. اتمنى عليك وباذن الله سليمه باذن الله وخير. وقتك ان شاء الله شكرا الله يخليك شكرا حبيبي. كابتن هيثم ده كان لقاء طبعا مع عبد الله عبد السلام نجم نجوم النادي الاهلي وباذن الله نطمئن عليه بعد اجراء الاشعه اللي هتكون بعد قليل. مستمرين معاك في تغطيه خاصه وحصريه طبعا لشاشه قناه النادي الاهلي. يمكن محمد معوض نجم من نجوم النادي الاهلي، معوض الف مليون مبروك فوزكم اليوم الاول. حتى كابتن هيثم السعيد ليك والكابتن احمد زكريا والكابتن ممدوح اسماعيل ومليون مبروك فوزكم اليوم. بسلم على الكباتن في الاستوديو حبايبي كلهم. الحمد لله كان ماتش صعب شويه، صعبنا علينا، كان الماتش ماشي كويس الحمد لله، كسبنا اول شوطين بسهوله. الجيم الثالث ممكن نقول يعني حصل ممكن تركيزنا قل شويه ان الماتش كان ماشي ممكن سهل شويه، بس الحمد لله في الجيم الرابع قدرنا تاني نبتدي نركز تاني وبرده الحمد لله خلص بفرق مرتاح الحمد لله. ليه مستوانا اقل في الشوط الثالث؟ بالتالي ممكن قل التركيز شويه، احنا كنا متوقعين الماتش هيبقى يعني اقوى من كده فنيا، لان فريق الجيش ممكن ما كانتش في احسن حالاتها النهارده، كنا ممكن متوقعين فولي اعلى شويه، فكسبنا الاولاني في الثاني، فغصب عنك بيحصل شويه تراخي كده ذهنيا، بس الحمد لله المهم ان احنا قدرنا نكسب 3-1، 3-0 من 3-1 مش فارقه كتير، الحمد لله خدنا الثلاث نقط وعقبال اللي جاي ان شاء الله. عندنا مباراه صعبه الماتش الجاي مع قناه. ان شاء الله في المتناول، ماتش في القناه في صالتهم، طبعا فرقه محترمه لازم نحترمها، معاهم محترفين السنه دي ماشيين كويس، ان شاء الله نقدر نكسبه، لازم ناخد ماتش وبعد كده نفكر ان شاء الله في القمه ماتش الزمالك باذن الله. مليون مبروك. الله يبارك فيك، ربنا يخليك، شكرا. كابتن هيثم مستمرين معاك، معايا طبعا نجم من نجوم النادي الاهلي محمد عادل. مليون مبروك يا ابو حميد، وعملتوا جيم النهارده كويس خصوصا الشوط الاول والشوط الثاني، حصل دروب شويه في الشوط الثالث، ولكن احنا مش هفضل متسيد طول الماتش، بلاعب فرقه كويسه جدا وعندهم افراد كويسه جدا. عموما مكسب مهم في وقت مهم. الحمد لله، ببارك لمجلس اداره النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. النهارده كان ماتش مهم جدا طبعا، بلعب فرقه محترمه، حاصلين قبل كده على 2 دوري و2 افريقيا، ففريق محترم. الحمد لله كسبنا ماتش النهارده، عندنا ماتش القناه هنركز فيه، هنخلص ماتش القناه، عندنا ماتش الزمالك، ماتش دوري، وربنا يوفقنا ان شاء الله في الماتشات اللي جايه عشان نحصل على رقم الدوري ان شاء الله. جمهور النادي الاهلي مش شايف غير بطوله الدوري ان شاء الله. والله البطوله السنه دي صعبه، كل الفرق مدعمه، حصل لنا بعد الدروب شويه بعد ما جاء الفرقه، نص الفرقه جالها كورونا او كل الفرقه جالها كورونا، استعدينا بشكل جيد الحمد لله، وان شاء الله جاهزين لماتش القناه في الماتش اللي جاي يوم الجمعه، والماتش اللي جاي اللي بعد يوم الاثنين ان شاء الله الزمالك هنستعد له بشكل كويس، وعندنا معسكر من يوم السبت او الاحد غالبا عشان ماتش الزمالك في الزمالك ان شاء الله، ونقدر نكسب هناك ونتخطى مرحله الزمالك وان شاء الله مصادرين الدوري كالعاده باذن الله. نعدي القناه على خير ونركز بقى في الزمالك ونكسبهم في الزمالك باذن الله. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله حبيبي باذن الله. الله يبارك فيك، شكرا. كابتن هيثم دي كانت لقاءاتنا طبعا في داخل صاله النادي الاهلي بعد فوز النادي الاهلي اليوم بمجموع الاشواط. الشوط الاولاني 25-16 للنادي الاهلي، الشوط الثاني 25-14 للنادي الاهلي، الشوط الثالث 26-28 لطلائع الجيش، الشوط الرابع 25-16 للنادي الاهلي. مليون مبروك فوز النادي الاهلي 3-1 على فريق كبير هو فريق طلائع الجيش. عودة لك من جديد كابتن هيثم، اتفضل. شكرا جزيلا مراسلنا طبعا مراسل قناه النادي الاهلي من ارض الملعب شريف شعبان، بشكرك شكرا جزيلا كابتن.